صحيح البخاري كتاب الأذان باب من شكى إمامه إذا طول. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس. آدم أبي إياس من ثقات الأثبات رواه جماعة. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث من أساطير المحدثين. كان يكره التدليس ويقول أن يخر من السماء خير له من أن يدلس. قال حدثنا محارب بن دثار. محارب بن دثار بن كردوس السدوسي الذهلي الكوفي القاضي. نعم. هو ثقة من الثقات أبو حاتم الرازي كوفي ثقة. أبو حاتم الرازي قال كوفي ثقة صدوق. أبو زرعة قال ثقة مأمون دلالة أنه بلغ الذروة في مسألة التوثيق. قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري الخزرجي هو صحابي من صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أقبل رجل بنضاحين وقد جنح بنضاحين بجملين يا حبيبي يا بابا يا أستاذ. قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه يعني تكلم فيه واتهم بالنفاق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محمد. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي حجاج بن ميسرة من الثقات قال ابن معين ثقة ثبت. أبو زرع قال ثقة حافظ وإن كان يرى القدر. قال عجلي ثقة لكنه كان يرى القدر يغفر له إن شاء الله يغمر في بحر حسناته بإذن الله. كان صديقا ثبتا صدوقا ثقة. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن زكوان التميمي أبو عبيدة من الثقات وثقه ابن معين وثقه أيضا وأيضا كان يرى القدر مسلسل بمن يرى القدر. قال حدثنا عبد العزيز. هل انتهينا منه عشان تذهب إليه بهكذا؟ أبو زرع أيضا قال ثقة. أحمد قال ثقة. نعم ماشي. قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب أبو حمزة البناني من الثقات الأثبات وثقه ابن معين وثقه شعبة وثقه أبو حاتم الرازي قال صالح وأحمد قال ثقة ابن سعد قال ثقة والعجلي قال ثقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري من الأنصار من السبع المكثرين عن النبي الأمين خادم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في المال والاهل والولد فكان من اطول الصحابه عمارا ومن اكثر الناس ولدا ومن اشد الناس غنى ومن اعظم الناس غنى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاه ويكملها. نعم يتموها يعني. الحديث الاول احنا فصلنا الشرح فيه حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه وحديث فصلنا فيه القول لكن هنا نرى بان حديث جابر بان رجلا اقبل بناضحين هذه طبعا القصة متعددة. الحق بأن هذه القصة متعددة وهذا أيضا فيها صلاة العشاء بأن معاذ رضي الله عنه أرضاه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم رجع إلى قومه وكانوا ينتظرونه ويصلي بهم وهذا أيضا فيها دلالة أنهم دخلوا يعني هو قد يعني بأهل القدر مسلسل بالقدر بالذين يرون القدر دخلوا أدخلوا حديث لكن صحيح راجع أنها قصص متعددة والأصل فيها هو عدم التطويل. أقبل من واضحين وقد جنح الليل وهذه دلالة جنح بقول جنح الليل أن صلاة العشاء. فوافق معاذ رضي الله عنه أرضاه يصلي بناضح يصلي بالناس فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ من جبل. فنحن نقول أنهم كانوا يدخلون يعني عشان ما أنسى يدخلون معاذا لأنه كان أقرأهم أو كان الأعلم واحتج به الملكية والشفاعية في ذلك أنه كان الأفقه والأعلم لذلك كانوا ينتظرونه فيصلي بهم فصلى بهم فقرأ بسورة البقرة أو سورة النساء يعني قرأ بها افتتحها فصلى بها وفتح عليها فانطلق رجل وبلغه أن معاذا نال منه لأنه الرجل تنحى كأبو صحيح مسلم تنحى وسلم وصلى منفردا
وإن كان هناك روايات أصلاً أنه صلى تماماً. قلنا تعدد القصة يريحنا في ذلك عن أنه لا اضطراب. فنال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا قال أنا متأخر الصلاة ويصلي بالبقر ويصلي بالنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت أفتان أنت أفاتن أنت أفاتن أنت أفاتن أنت. وهذا أيضا غضب من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الموعظة، لأن المسألة هنا كما قلنا أن النظرة المقاصد الشرعية هو تقديم الجماعة على الفرد، تقديم مصلحة العام على المصلحة الخاصة، وإن كان يرى في نفسه أنه الأنس والتدبر لكن الآن هنا ليس الجميع يحتملون هذا، وليس الجميع عندهم نفس الهمة. إن كنت وحدك فطول، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. فقال له يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت يا معاذ. وقلنا في الحديث بهذه الطريقة مسائل، من أولا صحة النزول من درجة المأمومية إلى الجماعة إلى الانفراد، هذا على الرواية التي جاءت بأنه لم يسلم. وأيضا فيها دلالة أن العذر يبيح له أن يخرج من الصلاة ويبتدئها ويستأنفها لنفسه ثم يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه مسائل مصلحية، مسائل فيها مقاصد الشريعة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بسبح والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، بيّن له أن في العشاء وإن أطلت لا تطيب عن ذلك ووسط المفصل. نعم. فقال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم. قال الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه الضعيف وذو الحاجة والمريض، ولذلك قال علماؤنا أن الضعيف هو أمير الركب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقتدي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم. وهنا في قوله أحسب أحسب هذا الحديث، يعني هذه الجملة الأخيرة فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير. نعم. قال ذلك وشعبة الراوي عن محارب، وقد روى غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونها بأن يقول فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وقوله تابعه سعيد بن المسروق وهو والد سفيان الثوري في ضعف، وروايته هذه وصلها أبو عوانة من طريق أبي الأحوص عنه متابعة مسعر، وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه ومتابعة شيباني وهو أبو إسحاق، وصلها ومتابعة شيباني وأبو إسحاق وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب، والمراد أنهم تابعوا شعبة عن محارب في أصل الحديث، يعني ليس في جميع الألفاظ. الجزئية الأخيرة فأنه يصلي وراءك الكبير والضعيف لا لم تكن موجودة. قال وفي قوله قال وعمرو بن دينار، وتقدمت روايته كما شرحناها قبل مبين. ورواية عبيد الله بن مقسم وصلاح بن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه عند أبي داود باختصار، ورواية أبي الزبير وصلاح عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنه، لكن لم يعني يعين أن السورة البقرة أو نساء، لم يذكر السورة. أطال بهم الصلاة فخرج الرجل وحدث ما حدث من كلام معاذ عليه. قالوا وتابعوا الأعمش عن محارب، أي تابع شعبة ورواته عند النسائي من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله، وقال فيه فيطول بهم معاذ، وأيضا لم يعين السورة أبهمها. لكن في الحديث التفاتة لمسألة من الأهمية بمكان، وهي أن معاذ بن جابر رضي الله عنه لما نال من الرجل ذهب الرجل فاشتكى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فكان الحق معه. فهذه فيها دلالة أن الرجل إذا حدث منه شيء أو بدر من المسلم أو المؤمن شيء لا يتهم في دينه ولا يتهم في عرضه، وإن أخطأ وإن عصى قد يقال عصى، قد يقال تجاوز تعدى، لكن لا يتهم في دينه ولا في عرضه ولا يقال منافق من المنافقين. هذا أمر جلل، ولذلك نرى الناس يهجمون هجوما ضاريا على العلماء وعلى طلبة العلم ويتهمونهم بالنفاق من أجل أنه خالف الفكر، وهذا والله عند الله عظيم جلل. هذا معاذ وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام أخطأ عندما نال من الرجل، عندما تنحى الرجل وصلى لنفسه أخطأ، خطأه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتد في الغضب عند الموعظة وقال له أفتان 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 أفاتن 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 لمعاذ بن جبل. فكيف نتهم أعراض العلماء بأن هذا منافق وهذا حبيب وهذا يأخذ العملة من السلطان والسرقة؟ لما اتهام الأعراض بهذه المسألة؟ وأنتم ستحملونها عند الله جل وعلا. خطئ من أخطأ تخطئة ظاهرة، فنت خطأه واقتله، اقتل هذا الخطأ وبينه، لكن ما لك ولا أعراض الناس، ما هم خصماؤك يوم القيامة خصماؤك.
فإن كان رجل صادقا مع ربي جل في علاه ومخطئا في اجتهاده كيف ستفعل يوم القيامة وأنت تتكلم عن الغيب؟ أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في هذه قادرا؟ أما لكم في هذا الحديث رعبا وخوفا من أن تتهموا البواطن؟ وإذا قال بأن الظواهر ممكن تؤدي إلى البواطن ونحكم عليها، ولو نشاء لأرناكم فعرفتهم في السماء ولتعرفنهم في لحن القول، أقول لك إن كان هناك ظواهر له تخالف هذه الظواهر فإياك ثم إياك، تعرضت فأسقطهما أفضل لك. لكن لو كان منافقا محضا وظهر كعبد الله بن أبي بن سلول ما لبث الصحابة إلا أن قالوا منافق. الرجل الذي قال له اعدل يا محمد نفاقه ظاهر جدا، وأن من علامات الخوارج وأهل النفاق الوقوع في الأخيار، قال لمحمد اعدل يرى نفسه أورع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مادة نفاق. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. هو ما قال له لما قلت منافق أو أنكر عليه ذلك، لا، بين له النظرة المصلحية المقاصدية. قال يخرج من ضد هؤلاء إلى آخر الحديث، لكن في رواية خالد بن الوليد قال لعل الناس قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا معاذ يعني إن كان حقا ظهرت علامات النفاق، والنفاق أيضا التي تظهر علامات أربع كان منافقا خالصا، الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نفاق عملي ليس نفاق اعتقادي. وأنت إن أردت أن تتكلم عن النفاق الاعتقادي كيف تصل إليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول؟ وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك المنافقون لم يعلمهم. قال من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالاتهام في النوايا والكلام على النفاق هذا أمر جلل لا يتجرأ عليه إلا منافق، والله لا يتجرأ عليه إلا منافق جاهل جريء، لأنه ما يتهم الناس بالنفاق إلا وراء نفسه مخلصا، وأورع الناس من لم يجد في نفسه فضلا على الناس. فمعاذ لما أخطأ نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة عليه بغضب، أفتان الرجل ما كان منافقا، الرجل جاء متعبا من العمل وأنت تقتله، فسلم وصلى لم يترك الصلاة. لو كان منافقا حقا لخرج من الصلاة ولم يصلي، لكنه ما خرج من المسجد إلا مصليا، فأذهب عن نفسي عبية النفاق بصلاته. فهذا هذا 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 يعتبر برهان لهؤلاء المتجرئين الذين يتجرؤون على أعراض العلماء وطلبة العلم ويتهمونهم بالنفاق. هذه مسألة لا يفعلها إلا منافق، لا يأتي بها إلا منافق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما في الحديث الثاني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف صلاة وأتم صلاة، فكان يتم القيام والركوع والرفع والسجود والقراءة، وكان أتم الناس صلاة وأوجز الناس بأبي هو وأمي. كان هنا الحديث يختمه البخاري، وحسن الختام على ما فعل البخاري، كان فقيها، يعني يقول وأروع ذلك التزم السنة، أروع من ذلك. إذا قلنا معاذ طول والنبي صلى الله عليه وسلم نصح وأبي طول الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نصح، كأنه قال وأروع من ذلك التمس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ألزم والسنة أتبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة وكانت أتم ما تكون صلاة، على ما عدها العلماء في التسبيح يكون ثلاث تسبيحات، وفي القراءة الوسط على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بسبح بالشمس وضحاها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أراد أن يطول وسمع بكاء الطفل كان يقلل من أجل خوف الأم على صبيها. فإذا أفضل شيء هو التماس السنة، أحسن ما يكون تماما وأحسن ما يكون إيجازا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتم فيه إيجاز، والمعنى هنا الإيجاز دون إخلال. الفوائد المستنبطة، هذا ختام الباب، الفوائد المستنبطة. يعني قال العلماء ثبت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة، وكذلك ذكرها الإسماعيلي وسقطت للبقين. باب الإجاز في الصلاة وإكمالها، يعني كان بابا مستقلا، باب إجاز في الصلاة وإكمالها. وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للمترجمة من جهة أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإجاز والإتمام لا يشتكى منه في التطوير. روى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلس قال كانوا أي الصحابة يتمون ويجيزون ويبادرون الوسوسة. نعم، يعني المهم أن هذه كما قلنا
مسألة التبويب وإن سقط هذا باب مستقل. قوله عبد العزيز وابن صهيب والإسناد كله بصريون، والمراد الإجاز الإكمال الإتمام بأقل ما يمكن من الأركان. وبهذا نكون قد انتهينا من الدروس كلية في هذه الليلة. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العلماء، من أخطأ على الملأ يرد عليه على الملأ، حياة المرء في التزامه بالسنة، ولله الحمد والمنة. كده انتهينا من ال